أعزائي المشاهدين، مساء الخير وإليكم نشرة الأخبار من قرب التنحل. لفت انتباهنا هذا الأسبوع زيارة مورا كونيلي إلى فتوش والانتقادات يلي لحقت بهيدي الزيارة. فلمعلومات جماعة 8 أدار أن هذه الزيارة ليست لأهداف سياسية بل لأسباب طبية، لأنه الدكتور وصف للسفيرة الأمريكية دايت آسي وهو شو؟ الفتوش طوال فترة إقامتها في لبنان لتخف قليلاً، بركة بتلاقي مني إشة. أما على الصعيد الفني، عالمة أخبار قرب التنحل أن الإعلامية رابعة قد وصت على فستان شبيه بالسبان دي نويل من بعد ما لقى فستان الريش يلي مساء باستوديو سكسي كتير كبير. حضرت هذه الحلقة، كان كل كتف معبى نص استوديو 100%. كان ضيفة الحلقة ميريام فارس، وخبرنا الآن عن ميريام فارس، فبعيد مقابلتها في وبعدنا مع رابعة وأخذ قياس خصرها، شكلها عجبها الموضوع، فأعلنت عن مسابقة عبر موقعها الخاص على تويتر، وهي الشاطر يعرف الدقياس الصوتيات تبع ميريام سي ولا دي، ما بعرف ليه مش حاطين اكس مثلا. مش غلط. أما على صعيد البرامج الأسبوعية، فقد علمنا أن معظم البرامج الجنسية التي تعرض على شاشاتنا المحلية تتنافس على تحضير حلقة سبيسيال، والموضوع الأبرز فيها هو شو أكتر بوز بيبسط لليلة راس السنة. شو أكتر شو؟ بوز. يعني طريقة حلوة لنبلش سنة جديدة. عم تحضري سينما هالأيام؟ ما كتير. هلأ في فيلم لبناني جديد اسمه عودة البطل هلأ بصالات السينما، وهو يتحدث هالفيلم عن عملية خطف وصراع المخطوف في الثلوج والوديان ومحاولاته على الصمود. هذا الفيلم من بطولة أحمد زيدان. تعرفي لمين الإخراج؟ لا، لمين؟ إخراج لنبيه بري. كملت. كان هذا كل شيء لهذه الليلة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في النشرة المقبلة. باي باي.